حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت حزب الله من أي عمل عسكري ضد إسرائيل. وقال جالانت إنه إذا تعرضت إسرائيل للهجوم فإن ذلك سوف يسبب ضررا للمناطق الشمالية، لكن الرد سيكون مدمرا في بيروت حسب تعبيره. إذا تعرضت إسرائيل لإطلاق نار من لبنان لن يكون الوضع جيدا في حيفا، أما في بيروت فسيكون الوضع مدمرا. ما رأيتموه في غزة يمكن تقليده في لبنان، والقوات الجوية تخصص جزءا صغيرا من قوتها لغزة وتبقي جزءا كبيرا على أهبة الاستعداد من أجل التعامل مع السيناريو الشمالي. آمل ألا نصل إلى هذا الوضع، لكننا مستعدون لهذا الاحتمال.